فجأة سكروا الأبواب وصار إطلاق نار، قلنا يمكن فيه هدنة، ما كناش نعرف حاجة. صاروا الدكاترة والتمريض يقولوا اتحصرنا اتحصرنا، اليهود بره. صاروا يطخطخوا على الأبواب، يطلعوا طاعون حماس، إذا في حماس موجودة جوا. فيش، وين حماس يا عمي؟ أطفال، كلنا مرضى والله، كلهم مرضى والله، ما في حماس. كل الكوادر الطبية والأطفال هدول حماس؟ هذا حماس؟ هذا ايش عمل لهم هذا؟